والله العجائب كلها مرضاني من المليانة حب السنة. راح يصير عنا كارثة كبيرة إذا ما تضبط هذا الطريق والصرف الصحي. هي ساعة ونص عم تجي بالنهار والأمبير الواحد 2500 ليرة. ما في كتب، ما في دفاتر مع الأسف الشديد. تأمين مادة الخبز فيه صعوبة جدا. ما عم تجينا المي نهائيا. رأس مالنا جرية الغاز اليوم حقها 17 دولار. ناقصنا كل شيء، أكثر من هيك بدي أحكي لك ما فيني نحكي لك شيء. بداية الصرف الصحي عنا يعني عم نعاني منه كتير حقيقة يعني، والآن في حكي إنه عم تنتشر أمراض كتير من وراء الصرف الصحي والمي الملوثة، والآن إحنا ما عندنا مكان يعني تروح المي عليه إلا يعني بالبيوت، ما في بدنا يعني مجارير بدها تظبيطها. تمديد صحي والله يا الحزين، المجارير جارية على بعضها، والله يعزك كل التواليتات كلها جاعة تجري لي برا، والعجائب صابها حب السنة وصابها مرض من التواليتات. والله يساعد، والله ما عندنا يا خيو ما عندنا نساوي الحال دروب. أهم مشاكل هو الطريق، الطريق غير معبد ومخيم مقطوع، يعني تقريبا عن الطريق العام تقريبا شيء 300 متر 400 يعني تقريبا هيك. والله صار بهالصحي كله يروح على بيتي، ومن عندي البيت المجارير هي تبع الصرف الصحي واطيتها على الأرض يفوت علي على البيت، وغير هيك طريق ما فيه. طريق يعني ما بنمشي فيه إلا بصعوبة، يعني السيارة ما بتحسن تطلع إلا بالغصب، يعني الموتور يعني يدوب يخلص حاله. المجارير جارية بين الدور، كله جاري بين الدور، لا طريق لا شيء، والمجارير جارية بين البيوت، والله يساعدني شد نساوي لهم. ويعتنون ابن ما يعتنون ابن بطول، والله ما هم دايرين على المخيمات بطول، دايرين بس يعبون جابهم دولارات ويدشرون العالم هذيش. هلا لسه ما صار شتاء، بس صار شتاء ونزلت المطر مشكلة عندنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في وديان تحت ودي يصير وحل ويصير بطق الطريق وما يقطع، ولا العبارات للمي لو مفروش، ولا في عبارات للوديان. في واديين هنا، في واديين تحت 550 متر على الطريق ما نقدر نوصله بالشتوية. هلا فينا نوصل بس بالشتوية لا خالصين. بالنسبة للمخيم يعني كمان له مشاكل قبل هاي المشاكل، هو مخيم معدوم، مخيم يعني غير مكفول خالص. بالنسبة للمخيم كغذائي من 6 شهور لحد الآن ولا حبة برغل أو حبة رز دخل هذا المخيم. مخيمات في مخيمات من قبل يعني من قبل من لما نزحت لحد الآن مكفول شهريا، لكن هذا المخيم يعني معدوم من كل شيء. احنا عند اللي حفرنا جوار يعني صغيره، وهون صار مطقه صخريه قاسي، ما بنحفر معنا، ما بنحفر معنا يعني، ما اقول العالم الله يساعده ما عنده استطاعه، ما عنده صاي يعني تدفع مصاريف بدها مثلا مقلة يعني باقر بدها كذا، ما عنده العالم بيحسن لك شو بيدو، بس بدها هاي بدها كمبريسة او شيء ضغط يعني حتى تحفر مع جوار. بالنسبه للحكومه او التنميه وجهت له النداء وشكر ردهم؟ والله وجهنا الكل، ما خلينا حدا، والغانم يقول ان شاء الله ان شاء الله تكرموا بس ما في شيء يعني على الواقع. ونحن جايين هلا داخلين بالشتاء، مش دخل يعني بيصير مشاكل ساعتها، المي بتغلب على جار، هاي المي تغلب على جار وجار بيتغلب على جار، بيصير مشاكل ممكن يصير يعني الناس تتقتل بعضها مشان المي.